تم وضع منظومة أمنية متكاملة من نظام أمني ومن كاميرات حرارية ومن أجهزة استشعار لأجهزة السنسر. في حال تعطل أجهزة أو انطفاء الكهرباء في بدائل، في بطاريات احتياطية وفي مكاين احتياطية. الأنظمة الأمنية الموجودة حالياً تغطي شمال الكويت وجنوب الكويت من حيث الرؤية بالكاميرات الحرارية الليلية النهارية. المعادي يحسب أن الوضع عادي. المعادي يحسب أن الوضع عادي. ما درنا محتمين الدار دونه. الهدف من المسير رفع الكفاءة القتالية لدى عنصر أمن الحدود للدفاع والذود عن مغدرات الوطن. اتضح أن هذا تنظيم عصابي دولي يحمل رقم أو كود انتربول يسمى بيك بانثر، كود البيك بانثر أو النمر الوردي. فكان يعني إنجاز مسرح الجريمة في إلقاء القبض على هذا التنظيم العصابي الدولي، مو فقط داخل الكويت، الدولي نقدر نقول، كان إنجاز جدا جميل لمسرح الجريمة. نحن رجال الأمن، في عيوننا يبقى الوطن. أعزائي المشاهدين، أمسي عليكم بالخير وأرحب فيكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأسبوعي العين السهرة. وحلقتنا لهذا الأسبوع راح نسلط الضوء على إدارة من إدارات وزارة الداخلية المهمة، وهي صمام الأمان، وهي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية. راح نتعرف على طبيعة عمل هذه الإدارة والواجبات اللي يقومون فيها، كذلك راح نتعرف على طرق التدريب الذي يقومون فيه خلال عملهم وخلال الأمور التي تتماشى مع الطرق التدريبية اللي موجودة في الحياة البرية. تمام. نفدي الكويت بالذي تبغيه روحا وابدا. نحن رجال الأمن، في عيوننا يبقى الوطن. اليوم نتكلم عن حدود دولة الكويت البرية، ونوضح لكم دور إخوانكم رجال أمن الحدود في حفظ هذه الحدود. تنقسم حدود دولة الكويت إلى قسمين، شمالية وجنوبية. الشمالية تمتد من مركز البحيث إلى غاية المثلث الحدودي الواقع بين دولة الكويت وجمهورية العراق والمملكة العربية السعودية. والحدود الجنوبية تمتد من السالمي، منفذ السالمي، لغاية منفذ الويسي. لم تذخر وزارة الداخلية عن توفير جميع مستلزمات حفظ أمن الحدود من عناصر بشرية ومن معدات عسكرية وأجهزة أمنية. فعلى طول امتداد الحدود البرية تم توزيع مراكز وتوفير جميع المستلزمات لحفظ أمن البلاد من أي تسلل أو تهريب أو أي عمليات إرهابية. طبعاً مجهزة بجميع الأجهزة الحديثة من كاميرات حرارية ومن نظام أمني
ومن معوقات تمنع دخول المتسللين أو خروجهم إلى الدول المجاورة. اليوم راح نشرح لكم على دور إدارة العمليات في الحدود البرية التابعة لإدارة عامة للحدود البرية في تلقي البلاغات وإرسال التعليمات إلى المراكز الممتدة من مركز بحيث شمالاً إلى جنوباً إلى مركز النويصيب الساحلي. طبعاً تلقي البلاغات عن طريق الأجهزة السلكية واللاسلكية، كذلك عندنا الأنظمة المرتبطة مع غرفة العمليات، الكاميرات الحرارية مع السلك النظام السلك الأمني الكهربائي مثل ما واضح عندكم بالشاشات. فدور إدارة العمليات تلقي البلاغات وإرسال الأوامر، وكذلك إعداد الخطط المستقبلية لتأمين حدود البلاد. نتكلم اليوم عن واجبات ومهام إدارة الحدود الشمالية والمراكز، طبيعة عمل المراكز. الحدود الشمالية تنقسم إلى عدة قطاعات، وكل قطاع يحتوي على مجموعة من المراكز، وكل مركز له واجبات ومهام معينة. اعتمادنا الأساسي والأول اللي هو العنصر البشري، وهمة الشباب الموجودين من ضباط ومن أفراد خبراتهم وخبرات السابقين والتدريبات المستمرة، سواء في تسيير الدوريات أو الدوريات الراجل أو دوريات الكماين بمواقع مختلفة ومواقع شبه يومية. يعني في حال تعطل الأجهزة أو انطفاء الكهرباء في بدائل، في بطاريات احتياطية وفي مكاين احتياطية، والمراقبة 24 ساعة بالإضافة إلى الكماين الموجودة، وكذلك الدوريات تسير الدوريات على جميع المهام والتمشيط على الدبايات الأثر والدوريات الراجلة. تم وضع منظومة أمنية متكاملة من نظام أمني ومن كاميرات حرارية ومن أجهزة استشعار لأجهزة السنسر، وتم ربط الكاميرات بالنظام الأمني. المعوقات التي وضعت من قبل وزارة الداخلية لمنع الدخول والخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة، طبعاً تكلم القادم مثلاً من الدولة المجاورة اللي بيتسلل داخل الكويت راح يصادف معوقات أمنية اللي هي الأنبوب الحدودي والخندق والنظام الأمني والكاميرات الحرارية وأجهزة الاستشعار، بالإضافة إلى العنصر البشري وتسيير دوريات على مدار الساعة على طول امتداد خط الحدود. طبعاً الأنظمة الأمنية الموجودة حالياً تغطي شمال الكويت وجنوب الكويت من حيث الرؤية بالكاميرات الحرارية الليلية النهارية، وكذلك عندنا بالشمال الممتد من مركز بحيث إلى منفذ السالمي النظام الأمني الكهربائي. طبعاً هذا النظام الأمني الكهربائي عبارة عن أسلاك كهربائية يتم منع أي اختراق عبرها عن طريق إصدار إنذار مبكر بالنظام للتعامل معها عن طريق غرفة العمليات والمركز اللي حصل فيه الإنذار. نعم، فترة سابقة موش بنعدمت بل انعدمت محاولات التسلل والتهريب، والفضل يعود بعد الله سبحانه وتعالى لقواتنا المرابطة لأمن الحدود من ضباط وأفراد على حرصهم ويقظتهم من خلال وسائل التكنولوجيا المتوفرة أو الكماين المتواجدة على مدار الساعة مواقع مختلفة والتدريبات المستمرة من الخبرة اللي متواجدين فيهم. تم الحد من عمليات التهريب خاصة في شمال الكويت عن طريق تفعيل دور الأنظمة الأمنية الموجودة حاليا عن طريق صيانتها وتدريب كوادر لاستخدامها كمستخدمين بشكل جيد، مما أدى إلى قلة أو الحد من عمليات التهريب بأنواعها. طبعاً بخصوص الأجهزة الأمنية، جميع أجهزة أمنية قاعدة تتوفر عندنا في الحدود الشمالية، وبالنسبة للخبرات عندنا إدارة التدريب قاعدين يدربون على أي عملية تصير عندنا، قاعدين يدربون تدريبات ضد هذه العمليات، فأي شيء يستخدم المتسلل بالمقابل قاعدين ندرب شيء ضده. يعني يتم تدريب الكوادر أو المستخدمين للأنظمة الأمنية كمراقبين في غرفة العمليات وتأهيلهم عن طريق إعطائهم دورات مكثفة في طريقة استخدام الأنظمة الأمنية وإدارتها وتلقي البلاغات وإرسال البلاغات منها. يعطيكم العافية شباب.
خذ شباب الوثبة الأولى دورية راجلة، تعرضنا حق الكمين، عرفنا شلون التعامل وياه بالحركة والنار. الحين شباب راح ناخذ الوثبة الثانية عن طريق التفتيش، اعتبارا في متسلل وراح يكون فيه كمين وهمي، وراح نبحث عن الكمين هذا. شباب المطلوب منكم انك تكتشف الكمين او انك تعامل معاه في حال تم اطلاق النار عليك، سواء الرماية جهة اليمين، سواء الرماية جهة اليسار او الامام او الخلف. واهم شيء شباب بالموضوع انك لما تشوف الكمين، مجرد انك اكتشفت الكمين تستر، اقرب مكان لك ساتر، حاول انك بعدها تتعامل وياه بالذخيرة. هذا أما موضوع الدورية الراجل اللي أخذناها شباب، عرفنا الاستطلاع، وظيفة الاستطلاع، وظيفة القائد، وظيفة مجموعة الحماية للدورية، وظيفة العداد في حال انقطع عندنا الاتصالات، يكون عندنا لاسلكي أو يكون عندنا العداد اللي حسب خطوات المسافات. بالوقت الحالي الأجهزة متطورة عندنا نقدر نحسبها، ولكن احنا نحسب التمرين هذا في حال انقطع عندنا أي اتصال. والحين شباب شدوا حيلكم، الوثبة الثانية إن شاء الله وراح نشوف أفضل من الوثبة الأولى. يعطيكم العافية. المسير هذا للتدريب والتخريج كوكبة من أخوانكم رجال أمن الحدود لصقل المواهب والخبرات لديهم عند استلام أمن الحدود. طبعا طابور المسير أحد طوابير الدورات عندنا، دورات تأسيسية يتخلل الطابور دورات الراجلة، كذلك عبور طبيعة، رفع الروح المعنوية، الروح القتالية لدى عنصر أمن الحدود، الكفاءة القتالية العالية. طبعا مسيرنا اليوم 15 كيلو، يتخلل الطابور عمل كمان لدوريات الراجلة، خطف عنصر من عناصر الدورية، وتتميم من قبل قائد الدورية على أفراد الدورية، والتأكد من العدد كامل أو لا، وإذا كان في نقص من أحد عناصر الدورية التأكد على التتميم، كذلك القنابل الصوتية حتى يتمكن عنصر من الحدود من التأقلم. الهدف من المسير رفع الكفاءة القتالية لدى عنصر أمن الحدود للدفاع والذود عن مغدرات الوطن. طبيعي لما يكون هناك مشروع خارجي للدورة من ضمن جداولها تدريبية، يكون دورنا هو نقل المتدرب إلى موقع المشروع أو موقع التدريب، وكذلك إشراف على حمايته داخل حصص تدريبية في المشاريع الخارجية. المشاريع الخارجية نفس المسير الليلي، الرمايات الليلية، الرمايات النهارية، الدوريات الراجلة، الدوريات الرمايات اللي داخل المباني، جميع التحركات اللي تحركها الدورة نوفر لها حماية والتنقلات لها، وتوفير كذلك الإعاشة للدورة. طريقة الحماية أثناء مسير الدورية الراجلة ليلا تكون دوريات الإشراف سابقة الموقع مشروع تستطلع، كذلك توفر حماية النقل والإنزال، كذلك المسير متابعة كل ما يحدث حول أي نشاط خارجي من المركبات المجهولة. وجود القيادات عندنا على رأس التدريب يعطي دافع كبير لعناصر القوة في الدافع والرفع المعنوي والدفع النفسي والدفع المجهود الرياضي كذلك، فيسهل عليه اجتياز جميع هذه الدورات في سهولة. أنواع الدورات هي على مدار السنة عندنا الدورات التأسيسية التي تقوم فيها تجهيز جميع عناصر أمن الحدود سواء من ضباط وأفراد، يكون جاهزية في التعامل في المراكز الحدودية الموجودة في دولة الكويت. وكذلك أنواع الدورات عندنا الدورات التأسيسية والدورات العمليات والدورات السجال والدورات الرماية على جميع الأسلحة الموجودة. أسباب إقامة الدورات عندنا في إدارة التدريب هي لجاهزية عناصر إدارة القوة اللي عندنا موجودة من سواء ضباط أو أفراد للتكيف والتعامل في مراكز الحدودية الموجودة على دولة الكويت جميعا. طبعا احنا الاعتماد مو شرط على الأنظمة الأمنية نفسها، الاعتماد على العنصر البشري. في دوريات مثل ما قلت لك على مدار الساعة على خط الحدود، بالإضافة إلى كماين ليلية
شبه يومية يعني في الحدود. بالنسبة للجهاز اللاسلكي متواجد على مدار الساعة بيد مسؤولين من الحدود للتواصل مباشر مع المركز أو دوريات الكماين أو الدوريات المسيرة. عندنا طبعا بالحدود البرية اللي هو مركز المصيب الساحلي ومركز البحيث، لأن هذين امتدادهم على البحر، أي بلاغ أو أي مشاهدة تثير الشك والريبة يتم الاتصال على عمليات خفر السواحل وبلاغهم بمضمون هذا البلاغ، وهم من صوبهم عاد يتخذون إجراءاتهم على مشاهدة زورق مثلا دخل المياه الإقليمية من صوب البحيث أو من صوب النويسي. دور إدارة العمليات الربط بين المراكز الحدودية الممتدة من مركز بحيث إلى مركز النويسيب الساحلي، ما يقارب 35 مركز حدودي يتم الاتصال فيهم عن طريق أجهزة الربط السلكية واللاسلكية وعن طريق الأنظمة الحديثة. كذلك تلقي البلاغات من غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة الداخلية، وكذلك العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع لتلقي البلاغات منهم والتعامل معها. طبعاً هناك اتصال مباشر مع أخواننا ضباط الحدود العراقية، وكذلك هناك اتصال مباشر مع أخواننا ضباط الحدود السعودية. كذلك هناك تبادل معلومات في أي معلومة لأي عملية إرهابية أو أشخاص يبون تسلل يتم تبادلها من الطرفين، وإحنا متواصلين عندهم، يعني أي حدث يحصل عندهم حتى لو ما كان يعنينا يبلغوننا عنه، وإذا حدث صار عندنا مثلا وامتد إلى أراضيهم هم بعد بالمقابل نتصل عليهم. وهناك اجتماعات تقريبا كل شهر مع ضباط الارتباط في الحدود العراقية. من المشاكل اللي تواجهنا في فترة الشتاء من الإخوان المواطنين منطقة الخلفية، محاولة دخول المنطقة بقصد التنزه أو التفقع مثلا، هذا الأمر يشغلنا ويشغل إخوانهم المرابطين لمراقبة الطرف الآخر، فنتمنى منهم أنهم يتعاونون معنا ويقدرون حجم المسؤولية اللي يقومون فيها إخوانهم. كما أحب التنويه أن في إجراءات قانونية تتخذ بحق من يتعدى المنطقة، لأنها منطقة منزوعة وتلاف ممتلكات عامة، وتم أخذ الإجراءات في من تم القبض عليهم، تحويلهم، تسجيل قضايا ضدهم. من هذا المنطلق أوجه إخواني المواطنين رجاء أن يبعدون عن المنطقة المحظورة ويتركون إخوانهم رجال من الحدود يقومون بعملهم في حفظ أمن هذا البلد. حدودنا الشمالية آمنة ولله الحمد بفضل ضباطها وأفرادها المتواجدين في المراكز الشمالية على مدار الساعة وبهمتهم العالية. نصونها من الصبا إلى الكفن، كويتنا أمانة بالروح والروح الثمن. بدعنا لكم أعزائي المشاهدين، فقرتنا القادمة في مسرح الجريمة راح تكون في ضبط تشكيل عصابي دولي، راح نشوف تفاصيل هذه القضية، تابعونا. اليوم راح نتكلم عن عدة قضايا وشلون فريق مسرح الجريمة قدر يربط بينها وكيفية ربط هذه القضايا ببعض وكشف الجاني وكشف الأسلوب الإجرامي. في إحدى محافظات الكويت صارت أكثر من قضية، ارتكب الجاني 3 أو 4 قضايا في إحدى محافظات الكويت، فكان له نفس الأسلوب الإجرامي ونفس طريقة الآثار المتروكة في مكان الحادث. كان يترك بعض الآثار في مكان الحادث من ضمنها مشروبات غازية، ماء إلى آخره. فارتأى فريق من مسرح الجريمة طريقة ربط هذه القضايا ببعضها. فيوم من الأيام جاني اتصال من أخوي النقيب علي العلي، استدعاني فيه لبعض هذه القضايا، إنه شلون إحنا نقدر نربط الآثار المتروكة في مكان الحادث مع الأسلوب الإجرامي لنفس الشخص أو لنفس المجموعة اللي ارتكبت هذه الجريمة. جريت اتصال هاتفي مع أخوي فني مسرح الجريمة أحمد الصيقل، بلغته بالأمور، بلغته ترى الطريقة الإجرامية نفسها والآثار نفسها الموجودة بالقضايا الثانية، فنبي نربط القضية هذه مع القضايا القديمة اللي احنا كنا راصدينها ورابطينها وموجودة عندنا في السيستم. طبعا أثناء المعاينة تم العثور على مشروبات غازية ومياه نفس الطريقة اللي كان متبعة بالقضايا الثانية، تم رفعهم معرفتنا احنا كمسرح جريمه،
وبنفس الوقت في كان تصوير كاميرا داخل البيت في احدى صالات البيت او ممرات البيت كان في كاميرا مراقبه. فكاميرا المراقبه اخذت صوره الجاني ومن بعدها جينا احنا في مكان الحادث رفعنا الاثار المعهوده اللي كان دائما يتركها كان وقتها تارك بطل ماي وخذينا التصوير من كاميرا المراقبه وتم تعميمها على جميع رجال الامن سواء في المطار او المباحث او المرور الى اخره. كان عندنا مثل انطباع ان الشخص قد لا يكون مقيم بالكويت لانه كان وايد مستهتر يدش مكان الحادث يقوم عمليه سرقاته يشرب ياخذ راحته يعني شخص على يقين انه ما عنده قاعده بيانات بالكويت فما اخذ راحته على الاخر. والدليل بعد ما تم ابلاغ عن سرقات لاصحاب المنازل وسؤالهم انه وين كانوا في هذه الفتره الاغلبيه قالوا احنا كنا خارج الكويت. ولما احنا وصلنا مكان الحادث او للمنازل المسروقه هذه بالذات تبين عندنا ان صندوق الجرائد كان متروس في جرائد متروسه وكانوا يعني ما في مكان انه يحطون زياده عليهم كانوا طايحين حتى في الارض. الموضوع الثاني هو نطرق حق طريقه الدخول. كانوا الجنات كلهم جميع القضايا يتبعون طريقه واحده يكسرون حسني قلب الباب او قفل الباب العاميه القلب بالعربيه القفل ويحطون بداله قفل شبيه يسكون الباب ويقفلون وياخذون راحتهم البيت على اخر علم المسبق ان البيت فاضي وتمويه حق اللي يمر مثل الشارع انه والله لا البيت موجود الباب ما هو مكسور ما هو مخلوع ياخذون راحتهم على اخر بالبيت. واللي اعطانا دليل ثاني على انهم ياخذون راحتهم تركهم حق بعض ادوات مكان الحادث وقيامهم اثناء السرقات تناول اكل، مشروبات غازيه، مياه عادي الوضع عادي عندهم لان يدرون ان ما حد راح يجيهم الفتره هذه وان البيت مهمل فماخذين راحتهم على الاخر. طبعا كانوا ينقون المسروقات بعنايه بحيث انه ياخذ الشيء اللي عارف وزنه خفيف وسعره فيه. يعني هذا معناته ان عندهم علم ودرايه بالمجوهرات شنو الثمين وشنو مو ثمين وشنو يستفيد منه وشنو ما يقدر يستفيد منه. وبعد التحقيق معاهم تبين انهم سرقاتهم للكويت يحاولون كثر ما يقدرون يصرفونها دولة ثانية ينقلون وياهم لدولة ثانية يصرفونها هناك والعكس صحيح من الدولة الشقيقة للكويت يبيعون مسروقات من الدولة الشقيقة يبون الكويت يبيعون. لا 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 لا. طريقتنا في 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 الربط تكون حسب الآثار المتروكة. فلما جمعنا الأدلة جمعنا الآثار المتروكة في مكان الحادث ورفعناهم وديناهم لمختبر الإدارة فريق العمل في المختبر الجنائي أعطانا أن القضايا هذه تم ربطها مع قضية في سنة 2007 فهذه صارت قضية أخرى خارج نطاق القضايا اللي إحنا قاعد نشتغل فيها حاليا من الأدلة من الآثار المرفوعة في مكان الحادث أو في مسرح الحادث تم ربط القضايا الأربعة أو الخمسة هذه مع قضية في سنة 2007 لنفس الجنات أو لنفس الجاني. فقعدنا كمجموعة حطينا النقاط التشابه في كل القضايا وحطينا بعض الملاحظات أن الجاني هذا يكاد يكون خارج يعني خارج دولة الكويت من طريقة ترك الآثار في إهماله إنه يحط العدة بمكانها ما يشيلها شرب الماء أو المشروبات الغازية أو العصائر وتركهم في مكان الحادث هذا دليل على انه هو مو مهتم عادي يعني اقطع اثاري وامشي ما راح يكون علي دليل. فعممنا صورته على الاخوان بالمباحث وتم خلال فتره وجيزه يعني ضبطه واحضاره لنا وفعلا كان سجاده بمحل لان الشخص غير مقيم وجنسيه غير عربيه وغير مو خليجيه بعد واثناء الربط رصدنا له قضيه من 2007 نفس الشخص وطلعوا هم اتضح انه مو شخص واحد طلعوا مجموعه. الشخص خرج من الكويت على اساس انه هو يغادر البلاد. فاثناء وقوفه في مطار الكويت والختمه للجوازه تم القاء القبض عليه ونقله الى الجهات المختصه. بالتحقيق معه وكذي طبعا ذكر المشاركين معه بالقضايا وتم استدعائهم واخذ منهم عينات.
طبعا العينات هو وغيره انطبقوا على كثير من قضايا السرقات اللي احنا كنا رابطينها وفي بعضهم كنا حتى مو رابطينها. اتضح وهذا انا اعتبره يعني انجاز لاداره مسرح الجريمه ولمعاينين مسرح الجريمه بدون استثناء. اتضح ان هذا تنظيم عصابي دولي يحمل رقم او كود انتربول يسمى البيك بانثر، كود البيك بانثر او النمر الوردي. فكان يعني انجاز مسرح الجريمه في القاء القبض على هذا التنظيم العصابي الدولي مو فقط داخل الكويت، الدولي نقدر نقول كان انجاز جدا جميل لمسرح الجريمه. كانتكم أعزائي المشاهدين في فقرتنا القادمة في عين ساهرة راح نسلط الضوء على قطاع من قطاعات وزارة الداخلية وجهود رجال الداخلية. تابعونا. السلام عليكم، أنا شرطي بات الفلاح من إدارة الحدود الشمالية، أنا قائد دورية تمشيطية، حياكم الله، شوفوا طبيعة عملي. طبيعة عملي كقائد دورية تمشيطية في قوة أمن الحدود تتطلب مني مزيد من الحيطة والحذر. السهر على تأمين حدود دولة الكويت هو عملي. من المهام المكلف بها العمل على مراقبة الحدود خلال مناوبتي والتأكد من عدم وجود أي حالات اختراق أمني. السهر على تأمين حدود دولة الكويت هو عملي. نحن رجال الأمن، في عيوننا يبقى الوطن. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، ونحب نوجه رسالة شكر لإخواننا وأبنائنا في الإدارة العامة للحدود البرية على الدور اللي يقومون فيه. لكم كل الشكر. نلتقي معكم في الأسبوع القادم. لكم مني أجمل تحية، مع السلامة. يبقى الوطن نفدي الكويت.
الوطن وديعة نصونها.